يتوالى حوادث الغرق في مسبح صيدا الشعبي، وينضم أسبوعيا إلى قافلة الضحايا أولاد وفتيان وفتيات لا ذنب لهم سوى أنهم غير قادرين على دفع الرسوم الباهظة التي تفرضها المسابح الخاصة. فمن المسؤول عن هذه الحوادث؟ هل هو القدر وحده كما تدعي بلدية صيدا، أم أن البلدية ووزارة السياحة وغيرهما من مؤسسات الدولة شركائهم أيضا في المسؤولية؟ آخر حوادث الغرق في مياه البحر في مسبح صيدا الشعبي وقعت فيها ضحيتان، وهما الفتاتان السوريتان حنان وتمارا زين العابدين، حتى أطلق على المسبح في صيدا اسم مسبح الموت. فريق صيدا تي في جال على مسبح صيدا الشعبي ليرى الحال على الأرض إن لجهة التجهيزات أو لجهة عدد المنقذين أو عدد أبراج المراقبة، فوجد أن واقع الحال مغاير لما يجب أن يكون أو ما تدعي وجوده البلدية، فهناك نقص بالمعدات والتجهيزات، إضافة إلى وجود منقذين فقط على طول المسبح، ولا يوجد سوى برج مراقبة واحد، كما أن الشاطئ على طوله يعج بالناس دون منع من المنقذين أو رجال أمن البلدية، ولا يوجد سوى بعض اللافتات التي تحذر من السباحة في بعض مناطق الشاطئ. كما لوحظ أن شاطئ القملة الذي يعتبر تاريخيا مكانا يسبح فيه معظم أهالي صيدا صار ممرا للمجارير، مما شكل عائقا إضافيا أمام الناس، مما يضطرهم للجوء إلى أماكن أخرى قد تكون فيها التيارات ناشطة. وكان لنا لقاء مع يوسف الجندي، وهو ناشط بيئي ومدير البيئة والتنمية في نقابة الغواصين المحترفين، حيث اقترح بعض الأمور التي تساعد على السرعة في الإنقاذ في حال وقوع الحوادث، كوجود زورق وجيت سكي وزيادة أبراج المراقبة، إضافة إلى إيجاد مركز دائم للإنقاذ من قبل الدفاع المدني بالقرب من الشاطئ. اليوم احنا ضمن المسبح الشعبي ما لقينا ولا حالة غرق، ما حدا يوم شكى انه بالمسبح الشعبي اللي فيه منقذين ما في ولا حالات غرق. بس بقول لك انه لو في كان موجود، بدي افترض انه دوريات او تعاون بين قوى الامن الداخلي وبلديه صيدا لحتى يمكن تتسكر هذه المنطقه، ما بعرف شو، لانه المنطقه هي اللي حالات الغرق هي المنطقه اللي محطوط فيها ارمات والناس ما التزمت فيها. هيدي يعني هي كانت المشكله، والحالات كلها حالات الغرق هي ضمن هذه المنطقه الخطره واللي كاتبين نحن عنها ممنوع السباحه. البلديه مع الطاقم الموجود للانقاذ البحري كانت بينقصهم برج مراقبه وجيت سكي وزورق للانقاذ البحري. وبالاضافه كمان يعني انا لطالما تمنيت لبلديه صيدا ولمدينه صيدا يكون في مركز للدفاع المدني للانقاذ البحري، وهذا دائما هذه امنيه بقول كل مدينه مطله على الشاطئ. عندك شط المسبح الشعبي بالغازية، عندك المسبح الشعبي اللي بالسرطان، لازم يكون في مراكز، يعني لأنه العدد الناس اللي بتقصد هيدي الشطوط عدد لا يستهان فيه، يعني بحاجة شيء بفوق البلدية. والمشكلة نحن عندنا إنه موضوع البحر موضوع ضايع، يعني ما بتعرفي أي وزارة هي مسؤولة عن البحر، يعني كل وزارة بتلاقيها إلى شقفة بالبحر، كل وزارة إلى شقفة بالبحر، مع إنه لأنه نحن بلد كمية المساحة اللي له البحرية أكثر من اليابسي، لازم يكون، وهذا دائما النائب السرجي بيطرحها بيقول لازم يكون عندنا وزارة اسمها وزارة البحر. فلو في وزارة اسمها وزارة البحر كان صار في اهتمام بموضوع البحر أكثر، وما كان صارت هالحالات اللي عم تصير كلها سوا.